التمائم والحجب والمعلقات التي يعلقها الناس على أنفسهم أو على أولادهم أو على بيوتهم، كلها مما جاء النهي عنه وبيان خطورته فيما جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل وألا يتعلق بمكتوبات أو معلقات. فالذي يأتي بالحسنات هو الله، والذي يدفع السيئات والمكروهات هو الله، فعلق قلبك به جل في علاه.